هل من الممكن أن نرى تغير في شكل الفريق الفني خصوصا بعد التدعيمات اللي حصلت إمام عاشور ورضا سليم والتدعيمات المنتظرة يعني؟ انا يعني من رايي ورؤيتي ما اعتقدش ان ممكن التدعيمات يكون فيها ليها تواجد في هذه المباراه. اوكي دي ليه؟ ده رايي يعني، لان برضو التدعيمات اللي جايه رجلهم في الملعب ومع الفريق ورهبه. خلي بالك الموضوع مختلف، انا بلعب في النادي الاهلي غير ما بلعب في اي نادي تاني اوكي خالص، حتى لو بلعب في تونس او في الجزائر او دوله اوروبيه، النادي الاهلي موضوع تاني خالص جماهيريا. ولاعب الكوره لما بيبص المدرج وبيشوف جماهير النادي الاهلي والهتاف، مش الهتاف بس بقى، ده هو تعبير الهتاف كمان على وجوه الجماهير، ده ليه موضوع تاني كبير طبعا طبعا. بيأثر. فاعتقد انا اعتقد يعني ان مستر كولر مش هيغامر بتدعيم جديد في المباراه دي. حتى مهما حصل يعني، هل كان اذا كان هناك تدعيمات منتظره خلال الايام القادمه، هل من الممكن ان نراه في المباراه؟ يعني لو جبت لاعب او اثنين او ثلاثه خلال الفتره اللي جايه، هل قبل الماتش يعني، هل ممكن حضرتك بتقول ان لا مش هنلاقيهم، مش هيبقوا موجودين؟ ده رأيي، ده رأيي وده اعتقادي لتفكير مستر كولر. ما افتكرش ان هو يقدر طب ممكن اعرف من وجهة نظر حضرتك حطيت عليها انهي اساس؟ التدعيمات اللعيبه اللي موجوده مش يعني جايه من انديه تانية، جاي هو امام سواء عاشور ورضا سليم، امام يعني عاشور امام جاي ورضا من سليم. ميتلاند، قبل كده كان في نادي الزمالك نادي كبير، دلوقتي في او كان لما جه من نادي الميتلاند جه على النادي الاهلي، رضا سليم برضو جاي من نادي كبير رهبة النادي الأهلي، برضو. أنت لاعب انا ولعبت فاهم، في بس النادي انا الأهلي يعني طبعا وشفت، وبعدين ده أصل دي مباراة واحدة بطولة، مفيش تعويض. اوكي، لا 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 لا، أنا كمدرب فالعب باللي انا عارفه. مش تقصد هقدر ما غامرش، لأن أنا ممكن أغامر بلعيب وممكن أخسره، ممكن الجماهير، لأن خلي بالك دلوقتي في ميديا، في طبعا جماهير طبعا بتقيم اختيارك، جدا والاختيارات والتقييم اللي هي بتفضل صح. متردده، دي بتاثر على مستوى اللعيبه، وممكن تاثر على تفكير المدرب. صحيح انا ما اعتقدش ان مستر كولر بيفكر التفكير دوت خالص خالص، لان دي مباراه 90 دقيقه وهي فاصله ببطوله، وهتكون هي الباب للبطولات الموسم كله. للقادم.